اهلا اهلا، ازيك يا كمال؟ ولا يهمك، اتفضل. قول لي بقى ايه الموضوع اللي انت عايزني فيه، لان انا مستعجل جدا وعايز اروح على البازار. فاكر عدول ايام الجامعه؟ فاكر البنت سماحه اللي كنت معجب بيها؟ كنت انت عامل فيها ان انت بقى محترم قدامها، ورحت انا جاي من ورا ومركب لك دير. بس كان موقف ظريف، ست عرفتني احب اضحك واضحك اللي حواليا. ايه يا عم انت داخل سخن عليا ليه؟ ما هي سماح دي لعلمك يعني كانت ماشيه معاك الاول، وانا بقى اللي جيت من وراك ورحت فقعها قصيده فراحت سابتك ومشيت معاك. كان موقف ظريف جدا صراحه يعني. لا بس اقول لك انا بقى اللي اظرف منه، ان سماح دي كانت ماشيه مع الدفعه كلها، وانت الوحيد اللي ما كنتش تعرف، والدفعه كلها عماله تضحك. وايه يعني الدفعه كلها قد ايه يعني؟ وبعدين انت ما قلتليش ليه؟ قلت اسيبك حكم، انا احب اشمت وشمت اللي حواليا. يعني انت جايبني بعد الفتره الزمنيه دي كلها عشان تفكرني بالكلام ده؟ انا ماشي، انا لا لا اقول لك عادل، انا الحمد لله ربنا كرمني دلوقتي وبقى عندي فلوس كتير ومجموعه شركات وموظفين ياما، كمان احب اكسب واكسب اللي حواليا. حضرتك يعني ما شاء الله بقى عندك كل حاجه. انا يا سيدي لو ما اشتغلتش يوم مش هلاقي اكل انا والناس اللي مسؤولين مني دول. عادل عشان خاطري استوعبني. اتفضل اخلص. ماجد ابني يا سيدي للاسف طلع نسخه مني بالظبط، نفس طباعي. يا نهار اسوح يا عيني، ده اكيد بقى يعني مبهدلك انت واللي حواليك برضو. كل سنه بيسقط في المدرسه، بقاله 5 سنين يا عدوله بيسقط سقوط متواصل. ياه، ما جلاش ولا سنه ونجح مثلا؟ مصر يا سيدي يعكر صفو حياتي، كل ما انجح انا في صفقه يسقط هو سنه. طيب ما تسقط انت في صفقه عشان ينجح هو سنه. عملت كل المحاولات، سقطت في ان انا انجحه، في الاخر بقى رحت جايبه المكتب، قلت له اسمع يا ولد ماجد، انت لا ليك لا في شهاده ولا في تعليم، انت لازم تبتدي من اول السلم، من الصفر، من تحت الصفر كمان، تتعلم شغلانه صغيره كده فقيره عشان تشوف الناس الزباله بتشتغل ازاي. صح، برضه الاب لازم يربي ابنه. قلت بقى مفيش غيرك اعاقب ماجد بيه واجيبه لك تمرمطه. انا مش فاهم انت يعني بتشكر فيا ولا بتذم فيا، لكن المهم ايه المطلوب؟ مش مهم، انا عايزك تاخده عندك وتشغله وتبهدله. يا سلام، معقول يا عم كمال؟ ده يوم المنى، اعتبرني كاني بعاملك انت بالظبط. همرمطه. منور عم كمال. هددتك ونفذت تهديدي. ايه التحف اللي انت موقفني في وسطيهم دول؟ تحف؟ سيبهولي انا بقى كمان واتكل انت على روح على شغلك. اهو عندك اهو، عايزك تبهدله، عايز يرجع من هنا راجل. ده لو رجع لك اصلا اتكل على الله. هتتمرمط. بس يا دولا سيب لي انا بقى الواد ده اوديكه على واحده ونص رمزي. ده اساسا بيحب يضحك ويضحك اللي حواليه، وانت هتتشقط هتتشقط. تسكت انت. انت ايوه انت يا بسلوبيت، تعال تعال بسرعه. هات لي نسكافيه وتشيز كيك عشان انا عايز افطر، وهات لي نفسك حاجه افطر بيها حكم، انا احب اكل واكل اللي حواليا. خدامك. خد يا خدام. تعال 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 تعال. ما صدقت شفت الفلوس، خدتها وجريت. اكل ايه اللي انت هتروح تجيبه يالا؟ خد تعال تعال تعال. بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ بحسب. وانت يالا قوم يالا قوم يالا، انت مش شايفني واقف؟ تقعد وانا واقف؟ طب ما تقعد انت كمان، ما في كرسي عندك اهو. وبعدين انا بحب اقعد واقعد اللي حواليا. يا سلام، وانت فكرك يعني اني مش شايف الكرسي؟ قوم واقف يالا، قوم واقف يالا. والاكل اللي احنا بناكله هتطفع معانا منه. ليه بس يا دولا كده يا عم؟ انا كنت عايز اكل شوز بالكيك. شوز بالكيك؟ انا مش موكل لك قبل كده يالا شوز بالطعميه؟ امتى ده دولا؟ مش لما جبت لي الطعميه مره ناقصه اديتك بالشوز على دماغك، فاكر؟ ايوه فاكر يا دولا. طب احنا بقى دلوقتي يا عم هنفطر ايه بقى؟ هنفطر، مالكش دعوه مالكش دعوه. وانت يالا لازم تبقى فاهم النظام هنا في البازار. البازار ده فيه تسلسل وظيفي، يعني اول حاجه الراس الكبيره بتاعت البازار اللي هو انا، مساعد الراس الكبيره اللي هو الحيوان ده. ايه ده يا دولا؟ انا مساعد الراس الكبيره؟ ايه عن الودن مثلا؟ ايوه يالا انت الودن، يالا انت ودني، يعني اول ما تسمع من الواد ده اي حاجه تيجي تقول له على طول. ماشي يا دولا، انا من هنا ورايح ودنك اليمين. يا رب تتقطع واخلص منها. فهمت ياد؟ هنا هو مفيش اي دلع. طلع ايدك من جيبك ياد، طلع ايدك من جيبك.
انت بقى هنا اهو وظيفتك المرمطون الصبي الصغير بيليا، يعني نبعتك مشاوير زباله تروح تجيب لنا حاجات وما تعجبناش ونرجعك بيها تاني نجيب غير هالمرمطك هالمرمطك. ايوه دوله، وناولني تمثال 13 وناولني تمثال 10 هالمرمطك. طيب طيب انا بحب اشتغل واشغل اللي حواليا. ولا انت بتتقلق كده ليه؟ يلا لا ده انا هبطلك، طلع ايدك من جيبك كده بدل ما اهبدلك. على فكره ممكن عادل حضرتك طيب جدا ومش لاقي عليك صياغه خالص. صح 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 خالص خالص. الواد اراك دول بس يا حيوان. انا بقى هفرجك الطيب ده هيعمل ايه. ولا رمزي نعم دوله اتكل على الله. يلا روح هات العفريته اللي انت بتقرف تلبسها يا معفن ولبسها له. حاضر يا دوله حاضر. دوله على فكره الطاقيه اللي في ايده دي انا حاسس ان هي هتبقى على قد مقاس راسي بالظبط. خدها. دوله على فكره القميص اللي هو لابسه ده انا حاسس ان هو هيبقى على قد مقاس راسي بالظبط برضه. اديله القميص يا دوله على فكره بقى بعد ما خاف بقى منك وكش كده البنطلون وسع وهيبقى على قد مقاسي بالظبط. اما تديله العفريته ابقى اديله البنطلون يا ماشي يا دوله. يلا يلا نجري قدامي على المخزن عشان تغسله 5 مرات بسرعه. يلا 5 مرات ليه؟ انا لو نضفته مره واحده هينضف. ايه ده انت بتبرطم بتقول ايه؟ بقول لو نضفته مرة واحدة هينضف. بحسب. يلا يا ابني لازم تغسله 5 مرات عشان ما يتقل. اقعد افهم في مين. يلا 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 قدامي بقى غبي 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 يعني. حد حضر لي الفطار ولا ايه؟ عادل لو سمحت انت كان المفروض تجيب تموين البيت اللي انت كان المفروض تجيبه امبارح اصلا. انا اصلا نسيت لان رمزي المفروض هو اللي كان يجيبه ورمزي كان مشغول مع الصبي الجديد اللي جالي في البازار. عموما هبعته مع الصبي الجديد. عادل عادل ابقى فوت على المعمل عشان تجيب لي نتيجه التحاليل. حاضر يا ماما هخلي الصبي يعدي على المعمل يجيب لك النتيجه. عادل من فضلك انا عايز الكريم بتاع البشره بتاعي من الاجزخانه اللي جنب المستشفى علشان انا من كتر الحاجات وحشة اللي بقعد اغسل فيها دي وغمهم بشرتي نشفت. يعني انت بتستعملي الكريم في ايديك وانت بتعملي الاكل وانا اقول الاكل دعمه بالجلسرين من ايه؟ طب يا جماعه ما فيش حد عايز اي حاجه عشان انا عايز امرمط الواد. ابي عادل الوينتوز ضرب عايز حد يجي يسطبه. ده ان شاء الله هنسطبه واحنا بنسطب الشقه السنه الجايه باذن الله. لا طبعا ما ينفعش انا عايزه حد يجي يعمل كده النهارده انا ما اقدرش اقعد من غير نت. اسمعك بتقولي كده كانك بتقولي ما اقدرش اقعد من غير هدوم. يا عادل يا حبيبي النت من ضروريات العصر. حاضر 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 هخلي الواد الصبي الجديد يعدي على المول بتاع الكمبيوتر يجيب معاه مهندس وهو جاي. عادل عادل بقولك ايه اوعى تنسى ان تصور لي عقد التمليك بتاع الشقه اللي احنا قاعدين فيها دي عشان اقدمه لنقابه المعلمين. وانا ايه علاقتي بنقابه المعلمين بتاعتك دي؟ الله مش دي نقابتي ولازم اقدم لهم ما يثبت ان الشقه اللي انا قاعده فيها دي مش ملكي عشان اقول لهم ده انا من حقي شقه. نقابه المعلمين بالكتير يا ماما هتديكي مثلا برجل قلم منقله كده يعني. صوروا بس صوروا بس ومالكش دعوه. ماشي هخلي الصبي الجديد يصوره لك. ماشي حد عايز اي حاجه تاني؟ ام ميرفت مثلا مش عايزه توم من البرازيل؟ اصل انا عايز بجد امرمط الواد همرمطه همرمطه. هتاكل يالا ده هتعمل لي فيها بتتكسر صراحه يا ماجد باشا يعني انت كسرتني. ايه رايك في الاكل؟ اصل انا بحب اكل واكل اللي حواليا. الحمد لله الاكل مية مية. ده انا حاسس ان هيجي لي تسمم من كتر نظافته. ده من مطعم السويسرا. ايه ده يعني انت لما كنت بتتصل بالتليفون عشان يجيبوا الاكل ده كنت بتعمل مكالمه دوليه؟ كل 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 حبيبي انت يا كبير ارص لك حجر. لا 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 انا هعدي على الكافيه بتاعي اظبط دماغي هناك. ماشي انا هلم بقى الاكل وسايق عليك النبي يا ماجد باشا يعني لما ان شاء الله ربنا يكرمك وتترفد من هنا هون يبقى خدني معاك يا عم علشان انا بصراحه مش حاسس بقى ان انا الوضع اللي انا استحقه مش واخده هنا بصراحه. عادل ابن عمي ده يعني بص خانقني قول يا حبيبي. بتبيعني يا واطي بغدوة؟ على فكرة دولة ما تظلمنيش دي مش غدوة ده فطار. يعني مش غدا يعني ده فطار. ماشي يا رمزي حسابك معايا بعدين ان ما خليتك تسف التراب بتاع البازار. اوعى من قدامي دلوقتي اوعى من قدامي اوعى من قدامي. وانت بقى يا ابن الوزع اللي عامل لي فيها عوام ايه داخل علينا فتك ليه؟ قوم واقف ياض قوم واقف ياض وانا بكلمك ياض. ايه مالك؟ سوري 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 تفر اللي بالي لفوقك دي ياض وانت بتكلمني. تفتها؟ افتح بقك وريني. تشرب سجاير؟ لا معسل. يا عسل يا عسل معسل يا حلاوتك. خد بقى الطلبيه دي
الطلبيه دي هتروح تعملها لي كلها، ها؟ وبعد ما تخلص الطلبيه هتروح لهم على البيت عندي، شوف عايزين طلبيه تانيه، طلبات تانيه تعملها، بعد ما تخلصها تجي لي على البازار، عشان هتسيق البازار وتنضفه، وبعد ما تسيقه وتنضفه تقوم مسيقه ومنضفه، واقوم انا مطربه لك تقوم انت مسيقه ومطربه. خلاص.